ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أتاه وفد الجن قالوا يا محمد إنها أمتك أن تستجمر بعظم أو روث أو حممة، الحممة يعني الفحم وما تخلفه النار من مخلفات، أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقاً.